Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء. أعزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة أونلاين. إحنا طبعا الحلقة اللي فاتت خدنا we have started بدأنا ب unity 6 بذا سكول كونسيرت، وخدنا طبعا اللي هي الكونفرتيشن تايم اللي هو المحادثة، وخدنا المين تنس عندنا الأزمنة، وخدنا اللي هو الفرق the difference between the adverb and the adjective اللي هو الفرق بين الصفة والحال، و all kinds of music and instruments اللي هي أنواع الأدوات الموسيقية. Today we are gonna have هناخد اللي هي unit 7 بعنوان zoo animals escape. ويعني zoo animals escape يعني هروب حيوانات الحديقة، وهروب حيوانات الحديقة بيتكلم على emergency. يعني emergency يعني حالة الطوارئ. فطبعا احنا عارفين اللي هي في بداية unit دايما بيكون في conversation between two persons اللي هو شخصين، فهنا شخص ما بيبلغ عن emergency حالة طوارئ في من خلال فون كول، من خلال مكالمة تليفونية. فبقول الاكسبريشن المهم عندي واتس ذا ايمرجنسي، واتس ذا ايمرجنسي يعني ما حالة الطوارئ لديك الشخص اللي بيتصل. فطبعا بيرد عليه البوليس اوفيسر اللي هو الضابط، فبيقول له واتس ذا ايمرجنسي، يعني واتس ذا ايمرجنسي يعني ما حالة الطوارئ لدي. فقال له there is something wrong in my garden، يعني في شيء خطأ في او في شيء غريب او خطا في الحديقه بتاعتي. I think it is a wild animal، اعتقد انه حيوان بري. فهو بيساله طبعا عشان خاطر يروح له اللي هي الامرجنسي الطوارئ، فبقول له واتس يور نيم اند ادريس، يعني ما اسمك وعنوانك. فهيقول له الاسم بتاعه، وهيروح طبعا اللي هو البوليس اوفيسر. في الاخر هيكون it is his dog، يعني اللي هو الكلب بتاعه. اليونت بتتكلم عن all kinds of animals اللي هي كل انواع الحيوانات، حاجه اسمها التيم وحاجه اسمها الوايلد. يعني ايه تيم؟ تيم يعني فريندلي، يعني فريندلي يعني ودود اقدر اتعامل معاه. لكن الوايلد انيمال اللي هو الحيوان البري اللي انا ما اقدرش اي كانت ديل وذ ات، يعني انا ما اقدرش اتعامل معاه. وهناخد اللي هو الباست كونتينوس الماضي البسيط. ليتس ستارت. عندي تايجر، تايجر اللي هو it is a wild animal. يعني it is a wild animal يعني حيوان بري زي ما انتم شايفين التايجر it is a wild animal. وعندي الباندا، باندا اللي هي kind of bear، يعني kind of bear اللي هو نوع من انواع الدببة. لكن طبعا it is a tame animal. يعني ايه tame animal؟ يعني حيوان اقدر اتعامل معاه. it is nice it is cute. وهناخد برضو اللي هي في اليونت ديت قطعة عن الباندا، عن حيوان اللي هو الباندا بيعيش ازاي وبيعيش فين. الباندا غير البير، البير اللي هو وايلد انيمال تمام، سواء كان بولار بير اللي هو قطبي او بلاك بير او بير اي انواع من انواع الدببة، لكن غير لكن الباندا it is a tame animal. ايجل من kind of birds يعني نوع من انواع الايه الطيور. الايجل طبعا احنا عارفين اللي هو ايت ميت يعني بياكل اللحوم. وعندي البير، بير اللي احنا لسه قايلينه اللي هو الدب. كانجارو، كانجارو اللي هو الكانجارو. وباروت، باروت كايند اوف يعني نوع من انواع الايه البيردز مش انيمال. باروت ات از كالرفول، كالرفول يعني مليء بالالوان. عندي ات كان سبيك يقدر يتحدث. دير، دير اللي هو الغزال. وعندي كامل، كامل اللي هو الجمل. والاثنين وايلد انيمال، ويعني ممكن هنا ما نقولش اللي هو انا اقدر اتعامل مع الغزالة عادي والجمل، بس هما بيعيشوا في الفورست او بيعيشوا في الغابة او ممكن يعيشوا طبعا في الزو. عندي اللاين، كلنا عارفين اللاين it is a wild animal. وجيراف، جيراف اللي هي الزرافة. هنا هندخل على التنس بتاعنا، الزمن المهم بتاعنا. احنا خدنا اصلا الباست سيمبل تنس اللي هو الزمن الماضي البسيط، وقلنا زمن الماضي البسيط اكسبريسز يعني بيعبر about an action happened and finished in the past، حصل وانتهى في الايه في الماضي. ده كان على الباست سيمبل، الماضي البسيط كان فيه دي اي دي اي اي دي او فعل غير منتصب تمام. ده اللي احنا بنتكلم عنه اسمه الباست كونتينوس. الباست كونتينوس اللي هو حاجه حصلت في الماضي and took time، خدت وقت. طيب احنا بنعبر عنه ازاي؟ بعبر عنه بالسبجكت الفاعل، والسبجكت ده لو هو سينجولر يعني مفرد، سينجولر يعني مفرد سواء اي او هي او شي او ات، باخد واز واحط الواز بعد واز اجيب الفيرب واحط له اي ان اي ان جي.
لو في we أو you أو that أو أي حاجة plural بناخد where وبحط الverb ing. تمام؟ طيب الكلمات الدالة مختلفة شوية. إحنا الكلمات الدالة بتاعته هتكون as و while و just as، نكتبهم مع بعض كده. as اللي هي as و just as اللي هي just j u s t وجنبها as اللي لسه قايلينها، و while w h i l e، وعندي when اللي هي when اللي احنا خدناها قبل كده أداة استفهام لكن هنا هناخدها بمعنى لما أو عندما، والوقت المحدد يعني لما تتايم أنا محدد وقت في امبارح يعني أو حددت من الساعة كذا للساعة كذا، بس كله امبارح أو الصبح مثلا يعني. المهم الوقت عدى بس أنا بحدد الساعة كام. at 6 o'clock yesterday، at 7 o'clock yesterday، from 1 to 3 o'clock yesterday، أنا بحدد الوقت ده امبارح أو من شوية. تمام؟ بس ما يكونش دلوقتي، فأنا بعبر عنه في past continuous. for example امبارح أنا كان عندي رحلة، الرحلة دي استمرت من الساعة مثلا الساعة 7 أو الساعة 8 لغاية الساعة 5، ده كده إيه؟ خدت وقت took time، يعني خدت إيه؟ خدت وقت طويل. يبقى for example هقول yesterday أو from 5 to 7، from 5 a أو from 7 a.m. to 5 p.m. yesterday I was having a trip. I و I بتاخد was وهجيب الverb have وهشيل منه الاي واحط الاي ان جي. I was having a trip يعني انا كان عندي رحله. طيب حد كان نايم من الساعه 1 لغايه الساعه 4 مثلا، I was sleeping from 1 to 4 o'clock. طيب احنا كان عندنا اجازه امبارح، هنقول we were having a holiday yesterday. تمام؟ كان عندنا اجازه امبارح. طيب لو انت امبارح مثلا كنت في النادي الساعه 6 تقول I was going to أو ذهبت للنادي الساعة 6. I was going to the club at 6 o'clock. يبقى مع I he she it أو أي حاجة مفرد شلتي اتكلمت على أي اسم شخص أو أي اسم بنت أو شيء، بعدها بناخد was ونحط الverb ing. they we you أو أي حاجة جامعة نحط where ونحط ال ing. زي الإكزامبل الموجود عندي he was reading a newspaper at 6 o'clock، يعني هو كان بيقرا نيوز بيبر جريده الساعه 6. هي مفرد وهي بتاخد واز، وريد حطت لها الاي ان جي، يبقى هي واز ريدنج ا نيوز بيبر ات 6 o'clock. يعني هنا لازم احط الساعه او الوقت قبل كلمه يسترداي، لكن لو يسترداي لوحدها هتبقى ريد اللي هنشيل الاي ان جي واشيل واز وتبقى ريد بتفضل زي ما هي نفس السبيلنج بس بتنطق ريد في الماضي. يعني لو انا حولتها للماضي البسيط عادي يبقى اقول he read a newspaper yesterday. لو لقيت ايه اللي بخليني احطها في الاي ان جي عشان حددت التايم، هي كلمه 6 o'clock. اوكي okay. I was watching TV when my friend called me. ايه شكل الفورميشن بتاع اللي هو الجمله دي؟ اولا احنا خدنا وين قبل كده ask about time، بتسأل على الوقت. تمام؟ ده كان ك question word، ككلمة استفهام. دلوقتي احنا هناخدها ك relative clause. يعني ايه relative clause؟ يعني رابط زمني، حدثين بيحصلوا في نفس الوقت او واحد بيسبق واحد بدقائق، ووين بتربط في النص او بتيجي في الاول. بس اللي انا اعرفه اللي لازم وين يجي وراها الباست سمبل. يعني ايه الباست سمبل؟ زمن الماضي البسيط. يبقى تاني وين هنا عكس اللي احنا متعودين عليه اللي هو عكس اداه الاستفهام. هنا وين معناها لما او عندما. هحط وين اللي هي في الاول، واحنا هناخد ده كونسرنينج اور لسن بخصوص الدرس بتاعنا هو ليه استخدمنا وين. هجيب اللي هي when وبعدها بيجي الحاجة اللي حصلت رقم 2. يعني حاجة حصلت رقم 2؟ حدثين حصلوا في يعني حصل واحد. انا بشرح دلوقتي بس مش امبارح مثلا، كانت الحلقة امبارح مش دلوقتي. تمام؟ I was explaining the lesson or reading the lesson when the telephone rang. خدنا تليفون مثلا، أو when I had a phone call. كده جالي تليفون على الهواء، يبقى انا كده ايه، انا كنت بنشرح عادي خالص، واللي قطع الحدث اللي قطع الحاجه اللي انا بعملها هو ده السادن اكشن، الحدث الثاني او السكند اكشن هو ده اللي بيجي بعد وين. تاني كل ده امبارح او من شويه، لكن مش دلوقتي.
انت كنت بتقرا كتاب عادي خالص والكتاب وقع منك، او انت كنت نايم والتليفون رن، او انت مثلا كنت بتاخد بتتغدى والباب خبط، هتعملها ازاي؟ ده كله امبارح. I was مثلا having my lunch، انا كنت باخد بتغدى، when the door knocked، لما الباب ايه خبط، يبقى حطيت when وبعديها الحاجة اللي حصلت رقم اتنين، لان الباب خبط اثناء الايه، اثناء تناول الغداء. I was playing، انا كنت بلعب، when it rained، لما الدنيا ايه مطرت، انت كنت بتلعب وفجأة الدنيا مطرت، يبقى كده تقول I was playing when it rained، لما الدنيا ايه، لما الدنيا مطرت. They were running كانوا بيجروا، when the accident happened، لما الحادثة حصلت، في حادثة حصلت وهما كانوا ايه، كانوا بيجروا متواصلين عادي مفيش اي حاجة، وفي اللي هو an accident happened اللي هو حادثة حصلت، تمام. يبقى when بيجي بعدها second action، حاجة اللي حصلت رقم اتنين، ولازم تكون في الباست سيمبل، واللي قبلها تكون الحاجة اللي حصلت number one، first action اللي هو واخد راحته، وهو بيكون في continuous اللي هو past continuous was where، ونحط الverb ing. زي الاكزامبل اللي عندي، I was watching TV، أنا كنت بتفرج على التلفزيون، when my friend called me، لما زميلي اتصل بي، تمام. عندي هنا السؤال، هو احنا اتكلمنا في بداية الحلقة اللي في حاجة اسمها emergency حالة طوارئ. فحالة طوارئ فهو بي ask questions، اللي هو the police officer asks some questions، بيسأل أسئلة عشان في حيوانات هربت من الحديقة، فبيسأل كل شخص هو انت كنت بتعمل ايه لما مثلا الجمل جري من جنبك، لما الايجل طار فوق بيتك، الكلام ده كله. طب هقولها ازاي؟ انا هبتدي بأداة الاستفهام what، هبتدي بأداة الاستفهام what، بعدها was aware، بعدها was aware، وبعديها السبجكت الفاعل، سواء بيسأل شخص واحد او بيسأل اكتر من واحد، السبجكت الفاعل بتاعي، وبعدين احط داوين اللي هو فيرب دو، واحط له الاي ان جي، واقول وين، وبعدين ترتيب جملة بسيط، تمام. زي ايه؟ قول بيسأل شخص قدامه انت كنت بتعمل ايه لما الجمل جري من جنبك، وات، ادي كده بدأت بوات، وات بيسأل شخص قدامه يو، يبقى وات وير يو، وات ايه، وات وير يو داوين، ماذا كنت بتفعل، when، وحطيت when، the camel، لما الجمل ran by، يعني ران باي، جري جنبك، ران كده في الباست سيمبل، تمام. هو هيرد بالcontinuous، هيقول I was watching TV، I was reading a newspaper، انا كنت منقرا كتاب، او كنت بتفرج على التلفزيون. هيسأل سؤال تاني، او سؤال تاني بيسأل شخص اشخاص اكتر من واحد، what were they doing، اكتر من واحد قدامك، what were you doing when مثلا the eagle flew away، او طار، يعني بقى كده معناها flew، when the eagle، لما النسر طار، تمام. هيقولوا they هنا عشان خاطر الاولاني سأل شخص واحد فقال له I was، هنا انا قلت اكتر من واحد، يبقى يردوا قولوا we were مثلا، we were cleaning، we were running، على حسب اللي هما كانوا بيعملوه. تعالوا نشوف الفورميشن، انا ابتدي بوات، وبعديها الواز وير، وبعدها الصب ده اللي هو السبجكت الفاعل اللي هو هي او شي او ذي او وي او ذي او يو، وبعدها دوين، وبعديها وين، وبعدين السبجكت نفس الفاعل اللي انا سالت عليه في الاولاني، وهاجيب الباست سيمبل الزمن الماضي البسيط. تعالوا نشوفوا اكزامبل، وات وير يو دوينج وين ذا كامل ووكد باي، يعني انت كنت بتعمل ايه لما الجمل مشي جنبك، ووكد باي يعني مشي بجوار، يبقى هنا وات وير يو دوينج وين ذا كامل ووكد باي، هو هيرد ويقول I was، ويقول على الحاجة اللي هو كان بيعملها، I was playing، I was reading، I was walking، على حسب الشيء اللي هو كان بيعمله، لكن لازم يرد بالباست كونتينيوس اللي هو زمن الماضي المستمر، عشان الحدث اللي هو حصل اللي هو الكامل ده اما مشي جنبه ده قطع الايه الحدث اللي هو كان بيعمله، يعني هو الحدث الحاجة اللي كان بيعملها كان بيعملها براحته، ما فيش عادي خالص، لكن اللي هو الكامل لما عدى جنبه ده قطع الايه الحدث، يبقى دايما الصدن اكشن الحدث الثاني نحطه في الباست سيمبل.
what was he doing. بنسأل على شخص ما بقى تاني خالص، فبنقول هو كان بيعمل ايه لما الغزال جري. what was he doing، ماذا كان يفعل. when the deer ran، لما الكامل جري. يبقى what was، جبت was ليه؟ عشان انا بسأل على شخص تاني، يعني مش بيقول هو كان بيعمل ايه لما الغزال جري. يبقى what was he doing when the deer ran. ran يبقى جري. هنا طبعا مش هرد بآي عشان هو سائل بهي، هو سائل بهي يبقى رد بهي. he was مثلا، he was doing karate مثلا، هنقول he was reading، he was playing، على حسب الحاجة اللي هو كان بيعملها. هنا قلنا we were washing the car على السؤال الأولاني، what were you doing when the camel walked by، فردوا أكتر من واحد. لو هو شخص you عارفين اللي هي ضمير مخاطب لشخص أو أكتر من شخص، تمام. هنا ردوا قالوا ده أكتر من واحد، فردوا we، you اتحولت ل we were washing the car، يعني احنا كنا بنغسل العربية بتاعتنا. طيب what was he doing when the deer ran، هنا he was talking on the phone، talking مش looking، talking اللي هي TALKING. هنا هدخل على ال past simple بتاعي، الزمن الماضي البسيط اللي احنا عارفين اللي هو مستمر معانا في الستيج بتاعتنا، في المرحلة بتاعتنا. الزمن الماضي البسيط ده افعال هنا غير اللي احنا كنا بناخده من شوية، الكونتينيوس اللي هو was were، ونحط ال ing. هنا verb wash من الافعال المنتظمة اللي بحط لها ed، تمام. يبقى wash تبقى washed، climb تبقى climbed، تمام. والبيمة بتتنطقش، دايما الامة ما تيجي مع البيمة يتنطقوش، يبقى اسمها لغاية climb، climb بس كده، لكن ما نقولش climb، لا climb تبقى climbed، يعني قفز، تسلق. عندي chop، verb chop يعني يقطع بآلة حادة، تبقى chopped. انا هنا ضعفت الحرف الاخير ليه؟ عشان قبل الحرف الاخير vowel. يعني ايه vowel؟ a او e او i او o او u، يبقى انا بضاعف الحرف الاخير بخليه double. chop تبقى chopped، stop تبقى stopped، تمام. يبقى هنا يبقى ما تستغربش لما تضاعف الحرف الاخير زي double p، لان احنا بنبص على اللي قبل الحرف الاخير، لو كان a او e او i او o او u انا بضاعف الحرف الاخير. عندي watch تبقى watched، watch تبقى watched يعني يشاهد، watch طبعا في المصدر في الانفينيتيف او بتكون البريزنت سمبل بتاعها، watched تبقى الباست سمبل. ناخد اكزامبل فور اكزامبل على الاثنين. لو قلت على watch الاولانيه، لو انا استخدمها مضارع بسيط البريزنت سمبل عادي، اقول I watch TV او every day، تمام. I watch a football match every day، كده انا خليتها في present simple. لكن لو انا عايز اقول شاهدتها امبارح مثلا، او شاهدت ماتش امبارح، اقول I watched a football match yesterday. yesterday يعني امس، والكلمات الداله على past simple زي ما احنا قلناها 100 مره، اللي هو yesterday ago before in the past في last، دي كلها الكلمات الداله على الماضي البسيط، تمام. اللي هو داخل دي او اي دي او اي دي او الافعال الغير منتظمه اللي هي بتتغير زي سي سو ايت ات سويم سوان، ده الماضي البسيط غير اللي احنا خدناه من شويه اللي هو الكونتينيوس اللي هو واز وير واحط الاي ان جي، وكلماته لازم في بتكون وايل او از او جاست از او وين، تمام. طيب لو احنا خدنا وايل واز، احنا ذكرنا وين، طب وايل واز، وايل غير وين. وين بيجي وراها الحاجة اللي حصلت رقم ايه؟ رقم اتنين. لكن وايل واز بيجي وراها الحاجة اللي حصلت رقم واحد. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي كنت بتقرأ عادي وفجأة التلفون رن، تقول وايل اي واز ريدنج، اثناء القراءة يعني لم بينما انا كنت بقرأ ذا تليفون رن. حد هيلاحظ لو سمعته من بداية الحلقة انا كنت بقول وين، بيجي وراها الماضي البسيط، لكن هنا انا قلت while، جه وراها الكونتينيوس. while I was reading، اثناء ما كنت بنقرا، the telephone rang. يبقى while هنا او as بيجي وراها
continuous was where واحط ال ing. طيب لو انا عايز استخدم when هنغير بقى، هحط when واجيب اللي هي telephone rang اللي حصل فجأة، وبعدين الزمن التاني اللي هو الحدث الاول براحته، زي when the telephone rang لما التليفون ران I was reading، يبقى عكسنا تمام. يبقى هنا على while و as، لكن الماضي البسيط مختلف تماما زي احنا ما خدناه وقلنا عليه اكتر من مرة. كلمات واضحة جدا yesterday ago before in the past this morning و last، دي كلها الكلمات الدالة على الماضي البسيط ed او ied او d، والافعال الغير منتظمة زي عندي chop it chopped، watch تبقى watch it. عندي talk، talk يعني يتحدث، و talked تحدث. لو قلت talk on the phone for example، لو انت متعود ان انت تكلم your grandpa every day، هتقول I talk my grandpa every day، انا بكلم ايه جده كل يوم. لكن لو انت عايز تقول انا كلمته الصبح ده يعتبر fast morning من كلمات اللي بتدل على الماضي البسيط، فانا هتقول I talked to my grandpa، I talked to my grandpa this morning، اللي هو انا اتحدثت معاها الصبح تمام. يبقى talk مش معناها ايه، بيجي talk to يعني يتحدث مع، talk to بيجي معاها شخص ما، ولكن talk on the phone يعني يتصل بالتليفون. قول I talk on the phone I talk on the phone this morning، يعني انا اتكلمت الصبح. hop هنا يعني يقفز. لو احنا خدناها بالنسبة للحيوانات، ايه suitable kind of animals اللي هو على طول بيقفز، اللي احنا خدناه، مش احنا خدنا في بداية الحلقة اللي هو انواع الحيوانات، ايه اللي بيقفز على طول؟ قلت the kangaroo hopped ايه quickly، مش احنا خدنا quickly دي اخرها ly الحلقات اللي فاتت اللي هو الادفير. تعالوا نستخدم نربطهم ببعض. الكانجارو اللي هو نوع من انواع الحيوانات اللي احنا خدناه النهارده، وهوب يعني يقفز، هو على طول بيتعود، هو المشي بتاعه قفز، يبقى نقول هوبت اوكي. هوبت شلنا ضعفنا الحرف الاخير عشان اللي هي اتش او بي قبل البي اللي هي الاخيره حرف الاو تمام. هوبت كويكلي دي الادفيرب اللي هو الحال، والحال انا بصف الايه اللي هو القفز بتاعه اللي هو بيقفز بسرعه، واللي احنا خدناها الحلقه اللي فاتت اللي هو الادفيرب اخره ال واي بيصف الايه الفعل بتاعه. يبقى هوب تبقى هوبت يعني قفزه تمام. بعد كده عندي بوت دي افعال اسمها irregular، زي ما انتم شايفين التايتل بتاعها العنوان irregular verbs، يعني افعال غير منتظمه. يعني غير منتظمه يعني شكلها بيتغير تماما. يعني هنا اللي هي الفعل الشاذ put بتبقى put وcut بتبقى cut، ده كده اسمه فعل شاذ بيندرج برضو تحت الـ irregular، تحت الافعال غير منتظمه. وفي افعال بتتغير شكلها خالص زي ما قلنا eat ate swim swam buy bought catch caught through عندي اللي هو throw through، دي كلها افعال غير منتظمه. عندي put بتفضل زي ما هي put معناها يضع، ولو جه بعدها حروف جر بتغير المعنى بتاعها. وتيك يعني ياخذ، غير توك خدناه من شويه يعني يتحدث، وتوك اون ذا فون يعني ايه يتحدث في التليفون تمام. يبقى تيك تبقى توك في الماضي البسيط، تيك يعني ياخذ، وتوك تبقى اخذه غير توك اللي خدناه من شويه تمام. يبقى put take took. عندي read بتفضل زي ما هي بس بتتنطق read، يبقى read read تمام. طيب انا هعرف الاختلاف ما بينهم ايه، بين الكلمه اللي هي بتدل على present simple، واعرف ده ماضي يا ميس ولا ده مضارع، اعرفها ازاي؟ من خلال سياق الجمله. تعالوا ناخد example على سياق الجمله مع read، مع read و read. لو انا دلوقتي بقول I read a newspaper every day، هنا read تبقى في المصدر بتاعها العادي البسيط بنفس النطق بتاعها عشان في كلمة every day تمام. يبقى I read a newspaper every day، ده بتدل على المضارع البسيط، وقلنا I و they we و you ما نضيفش حاجة. لكن لو أنا عايز أخليها في الماضي البسيط أقول I read a newspaper yesterday، هنا هي اتحطت نفس السبيلنج بس اتنطقت غلط، هي مش غلط سوري، اتنطقت مختلفة different، مش اتنطقت غلط. قول I read a newspaper yesterday،
هي اتكتبت نفس السبيلنج بتاعها نفس الحروف لكن اتنطقت ريد. اوكي بقى ريد الكي ورد الكلمه بقى الداله هي اللي بتختلف، كلمه الداله هي اللي بتدل الفعل ده في الماضي ولا في المضارع. زي ما قلنا I read a newspaper every day، كلمة every ده يبقى انا هقول هنا الفعل في present في المضارع، لكن I read هي مكتوب read لكن هنطقها read a newspaper yesterday بتدل على الكلمة اللي هي في past simple زمن الماضي البسيط. عندي فيرب تاني اسمه feed fed وmeet mat. feed معناها يطعم، مش احنا خدنا الحيوانات دلوقتي يبقى اكيد هتطعم الحيوانات. feed تبقى معناها يطعم، بتيجي مع البيردز، ما تيجي مع الباتس كلها، البيردز اللي هو كل انواع البيردز اللي هي الطيور واللي هي الباتس. يعني ايه الباتس؟ اللي هي الحيوانات الاليفه، الحيوانات الاليفه زي الكاتس دوج الكلام ده كله، او اي حيوان انت كان يو كان ديل وذ ات، يعني تقدر تتعامل معاه. وبتيجي مع التشيلدرن مع الاطفال والتشايلد او تشيلدرن، وبتيجي مع الاولد مان الشخص الكبير في السن. بتتغير في الماضي تبقى فد، فيد تبقى فد. لو انت متعود ان انت بتاكل مثلا الباتس بتاعتك كل يوم تقول I feed my bats او my cat او my dog على حسب الحيوان اللي انت بتاعك اللي انت مربيه every day، يبقى I feed my dog every day. لكن لو انت اكلت الصبح خلاص وانت طلعت المدرسة بتاعتك تقول I fed my dog first morning، كده خدت ايه؟ fed تبقى في الباست سمبل زمن الماضي البسيط. يبقى read read و feed fed. fly تبقى flew، fly flew، draw drew، grow grew، throw threw، كده على نفس الايه الوزن. fly تبقى flew، draw drew، we grow grew، دي كلها افعال على نفس الوزن كده هتبقى اسمها irregular verbs، يعني افعال غير منتظمه. وfly يعني يطير. فاحنا خدنا من شويه مثلا اقول لك what were you doing، ماذا كنت تفعل when the eager flew away، يعني طار بعيدا. كده فلو خليتها في الباست سمبل عشان جت بعد مين؟ بعد وين. تمام، يبقى هنا اقول لك وات وير يو دوينج، انت كنت بتعمل ايه؟ وين، وين قلنا بتيجي وراها السمبل البسيط، وين ذا ايجل فلو اواي، فلو اواي يعني طار بعيدا، هترد طبعا بالكونتينيوس، يبقى فلاي تبقى فلو. لو انت عايز تتكلم تقول اكزامبل ثاني او انت بتتكلم عادي يعني تقول ذا بيرد اللي هو البيرد فلو اواي انا ورجو، يعني ايه؟ يعني اللي انا بقوله ده ذا بيرد اللي هو الطائر، فلو يعني طار بعيدا، فلو اواي منذ ايه؟ منذ ساعه، يبقى ان اور اجو او 20 مينتس اجو 5 مينتس اجو، يبقى انا بقول المده وبعدها كلمه اجو. عندي ران بتبقى ران. تمام، ران يعني يجري في البريزنت سامبل، بتتغير لران يعني جرى في الماضي البسيط، زي ما خدناها برضو نفكركم بالاكزامبل اللي احنا خدناه what were you doing when the deer ran by، يعني انت كنت بتعمل ايه لما الدير الغزال جري من جنبك. ران باي قلنا وين بيجي وراها الباست سمبل، فكده حولنا ران لران. تمام، لو انت عايز تقول I ran quickly yesterday، يبقى انا جريت بسرعه امبارح، كده يبقى fly flew وران ran. تمام، دلوقتي احنا خدنا اللي هي الكونفرسيشن تايم بتاعتنا اللي هي كونسرنينج بخصوص زو انيمالز اسكيب هروب حيوانات الحديقه، وخدنا اللي هو الحاجه المهمه جدا هاو تو ميك ا كويستشن باي يوزنج وات، واللي هي مرتبطه ريليتد ويز وين، واللي هي مرتبطه بوين زي وات وير يو دوينج وين ذا دير ران باي. يبقى كده احنا خدنا اللي هو الباست كونتينوس والزمن الماضي البسيط، وبرده شرحنا الباست كونتينوس ماضي مستمر، وبرده شرحنا سمبل. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده. ثانك يو اند جود باي.